بيت التمويل لما هالسنة كلمونا كانوا يبون نشيدة تتكلم عن بيتك أو تحوي كلمة بيتك وتتكلم عن القيم اللي يؤمنون فيها بيتك مثل الأمان والاطمئنان التميز وغيرها من القيم. فحاولنا مع الشاعر أن نكتب لهم كلمات فيها هذه القيم لكن نفس الوقت ما تتكلم عن بيت التمويل كمؤسسة بنكية مصرفية ولكن تتكلم عن هذه القيم بشكل عام فممكن تعبر عن البنك وتعبر عن أيضاً الأشخاص والعملاء والناس بشكل عام يعني. أكيد يعني أنا كل سنة عن سنة أنا قاعد أشعر بشكل عام يزيد النضج الفني من خلال يعني كمية الأعمال اللي أسويها أو كمية الناس اللي أتعامل معاهم واستفيد منهم فهذا التطور الفني عندي أيضاً ينعكس على الأعمال اللي أقدمها لبيت التمويل. رمضان هي بالنسبة لي فرصة سنوية ونعمة من الله سبحانه وتعالى أعطانا إياها إن إحنا نحسن من أنفسنا ونصير أحسن من الناحية الروحانية العبادية وحتى الاجتماعية يعني أصير أحسن يعني ما تتكلم عن جانب معين إحنا بنصير أحسن فيه ممكن أكون أحسن في الجانب الدراسي إذا كنت أنا طالب أو أصير أحسن في وظيفتي أو أصير أحسن من ناحية صحية فأيضا حتى يشمل الجانب الإيماني ورمضان فرصة يعني ممتازة إن إحنا نشحن نفسنا ونصير أحسن من هذه النواحي الإيمانية والعبادية. البيت بالنسبة لي أتوقع هو المكان اللي تشعر فيه بالراحة فإذا قلنا المكان الفيزيكال أو المكان البيت هو المكان اللي أشعر فيه بالراحة أيضا كأشخاص هم الأشخاص اللي أنا لما أكون معاهم أكون مرتاح ويعني ما أحتاج أني أكون أتصنع بأي طريقة فغالبا يكونون هم الأسرة أو الأصدقاء المقربين. من المهم أن الشخص اللي أنا أعتبره بيتي واللي هو أحس أنه قاعد يساعدني ويحتويني ويدعمني علشان تكون هذه العلاقة علاقة متوازنة أن أنا أقدم له نفس هذه الأمور اللي هو قاعد يقدم لي إياها متى ما هو احتاج لي أنا أساعده حتى لو كان شخص أكبر مني في وقت من الأوقات راح يحتاجني ولازم أنا أقدم له يعني هذا الدور. أعتقد لو بختار شخص راح يكون أمي هي الشخص اللي أقدر فعلاً أقول إنها بيتي لأن يعني من العلاقة تبدأ من أنت طفل يعني فكل أسرارك عندها كل مشاكلك وهمومك هي اللي تقدر تحتويها وتساعدك في حلها لأن أمي كانت يعني داعمة لي من بديت بالاهتمام في المجال الفني من لما كنت تقريباً بالمتوسطة بديت أهتم في هذا المجال وكانت داعمة جداً وساعدتني في كثير من الجوانب وحتى لما تكبر يعني لا زالت تقوم بهذا الدور فأعتقد أمي هي بيتي. من زمان احنا علاقتنا أكيدة والتواصل بيننا فاحت ورودة للتميز دائما نطمح ونسعى والتواصل بيننا خطوة سديدة.